Welcome to the Politecnico di Milano. في هذا الفيديو القصير نذكر كيفية تركيب مصنع لإنتاج محلول التعقيم باتباع توجيهات منظمة الصحة العالمية. تم تجميع المصنع المبلغ عنه في بوليتكنيكو دي ميلانو في قسم الكيمياء والمواد الهندسية الكيميائية للتعامل مع حالة الطوارئ كوفيد-19، مما لا شك فيه أن تنظيف اليدين بالطريقة الصحيحة ضروري لمنع انتقال مسببات الأمراض مثل الفيروسات والبكتيريا. نشرت منظمة الصحة العالمية صيغتين مختلفتين من المظاهرات اليدوية المدرجة في الوثيقة المرفقة. تتكون الصيغة الأولى من الإيثانول بنسبة 96% حجم وبيروكسيد الهيدروجين والجليسرين والمياه المنقعات. تستبدل الصيغة الثانية الإيثانول ب 99.8% كحول الإيزوبروبيل، خاصة أن الكحولات الموجودة في المحلول تعمل كمضادات للميكروبات ويزداد نشاطها إذا تم مزجها مع الماء المنقى بنسبة 80%. يضاف بيروكسيد الهيدروجين للقضاء على أي جراثيم بكتيريا متبقية في الحاويات أو في الأدوات المستخدمة أثناء العملية، والجليسرين في ترطيب اليدين. سوف يصف هذا الفيديو الإجراء المستخدم لتخليق الصيغة الأولى. فيما يتعلق بالصيغة المحتوية على كحول الإيزوبروبيل يرجى الرجوع إلى الوثيقة المرفقة. على سبيل المثال، تحتوي الوصفة التي صاغتها منظمة الصحة العالمية لعشر لترات من المنتج على 8333 مللتر من الإيثانول، 417 مللتر أي 96% من البيروكسيد الهيدروجين، 145 مللتر أي 3% حجم من الجليسرين، و 1105 مللتر أي 98% حجم من الماء المصفى. وللإشارة، من الممكن إعداد حجم نهائي يختلف عن 10 لترات، وذلك عن طريق الضبط المتناسب لكميات المواد الخام كما هو موضح في الوثيقة المرفقة. بالإضافة إلى ذلك، في حالة توافر الكواشف بتركيزات مختلفة أو إذا كانت هناك حاجة لقياس كميات الكواشف بالوزن، يمكن الرجوع إلى الوثيقة المرفقة. سيسمح ذلك بإنتاج نفس الحل بالضبط. تسمح عملية مستمرة بتقليل الأحجام المستعملة، مما يوفر بيئة أكثر أماناً نظراً لتناقص الأبخرة المتفجرة والقابلة للاشتعال. بالإضافة إلى ذلك، فإنه يضمن إنتاجية أعلى وتعبئة أكثر تنوعاً. يتطلب هذا التكوين صهاريج تخزين ومضختين وخزان خلط مع مخرج لاستعادة المنتج. يجب وضع جميع الأدوات الموصوفة تحت غطاء دخان كيميائي أو في الهواء الطلق في بيئة جيدة التهوية، كما ينبغي إيلاء اهتمام خاص لانفجار أبخرة الكحول. لهذا يوصى باستخدام المضخات التمعوجية لتجنب الاتصال المباشر لأبخرة الكحول بالمصادر الكهربائية أو الأجزاء الميكانيكية المتحركة. من أجل نقل الصيغة التي أصدرتها منظمة الصحة العالمية إلى عملية مستمرة، من الضروري تحديد معدلات التدفق المحاليل المائية والكحولية. اعتماداً على المضخات المتاحة، من الممكن إنتاج كميات مختلفة من السائل المطهر في كل ساعة كما هو موضح في الوثيقة المرفقة. في الفيديو نعرض مصنعاً ينتج 726 لتر في الساعة من سائل التعقيم، وذلك بعد تعيين معدل التدفق الحجمي للمحلول الكحولي عند 10 لتر في الدقيقة والمائي في 2.1 لتر في الدقيقة. لتغيير الإنتاجية النهائية يكفي تعديل التدفقات وفقاً للصيغة الموضحة في المستند المرفق. على وجه التحديد، في الحالة التي تساوي فيها الإنتاجية 726 لتر في الساعة، يوصى باستخدام خزان للمحلول الكحولي لا يقل عن 100 لتر، والذي يجب وضعه بعيداً عن مقابس الطاقة أو الشرر، للمحلول المائي عند 50 لتر على الأقل، وخزان خلط لا يقل عن 30 لتراً.
يجب ملء خزان محلول الكحول بالكامل ب 96% من الإيثانول ووضعه تحت كمة الدخان. فيما يتعلق بالمحلول المائي، إذا كانت المدخل متوفرة لداخل الجليسرين فيمكن تنفيذ العملية بإضافة مضخة محددة لها. يمكن العثور على معدلات التدفق والتركيزات المطلوبة في المسند المرفق. نظراً لارتفاع تكلفة المضخات للسوائل اللزجة مثل الجليسرين، فقد فكرنا في استخدام مضختين فقط. على وجه التحديد، يوصى بتحضير الحجم الإجمالي المطلوب مسبقاً، ثم متابعة ملء الخزان بالمحلول المائي الذي يحتوي على الجليسرين وبيروكسيد الهيدروجين. فيما يتعلق بتدفق الكحول، من الضروري وضع الأنبوب داخل المضخة والتحقق من تعيين اتجاه التدفق بشكل صحيح، والتحقق من أن أنبوب الشفط يصل إلى الجزء السفلي من خزان الكحول لتجنب تدفق الهواء، وإدخال مرشح في مخرج الأنبوب لمنع سحب أجزاء الأنبوب التي تكون قد تضررت بسبب الكحول، والتحكم في معدل التدفق الصحيح للمضخة. فيما يتعلق بتدفق المحلول المائي، يكفي متابعة العمليات المبلغ عنها في حالة المحلول الكحولي دون الحاجة إلى إضافة مرشح عند مخرج الأنبوب. يجب إجراء معايرة لضمان صحة معدل التدفق المضخة. يمكن القيام بذلك عن طريق الكتلة أو الحجم. كمثال، نبلغ عن الإجراء في الحجم. على أي حال، تسمح الكثافات والصيغ الموضحة في الوثيقة المرفقة بتنفيذ نفس الإجراء أيضاً على الكتلة. لذلك يجب استخدام أسطوانتين متدرجتين لا يقل حجمهما عن لترين وكرونومتر. بادئ ذي بدء، أملئ الأنبوب كاملاً بالمحلول المختار مما يزيل وجود الهواء. الآن لمتابعة المعايرة ستحتاج إلى 3 مشغلين على الأقل مع أسطوانتين وكرونومتر. من هذه النقطة، تابع بقياس الحجم الموجود في الأسطوانة خلال الفترة الزمنية المقاسة بواسطة الكرونومتر. كرر هذا الإجراء 3 مرات على الأقل عن طريق تغيير تدفقات المضخة. عند اكتمال المعايرة، أدخل القيم المقاسة في ورقة عمل منظمة على شكل رسم بياني، مع تعيين القيمة الإسمية على المضخة في محور الأفاصيل والحجم المحدد فعلياً عن طريقة الأسطوانة في محور الأراتيب. قم بإدراج علاقة خطية بين النقاط والأصل، ثم احسب الميل. اتبع الخطوات الرياضية الموضحة في التراكيب للحصول على ضبط المضخة الصحيح وأدخله في المضخات. إذن بعد تجميع الأنابيب التي يمكن أن تحافظ على معدل التدفق المطلوب، أدخلها في الفتحات الموجودة أعلى خزان الخلط. في حالة الملء الزائد لخزان الخلط المركزي، من الممكن زيادة معدل تدفق الخروج بإضافة مضخة. يجب أن يكون خزان الخلط مجهزاً بصمام خروج يسمح بملء عدة حاويات بشكل متقطع دون إيقاف النظام ودون فقدان المحلول النهائي. الآن يمكنك تشغيل المصنع والحصول على محلول مطهر. تحقق من عدم وجود التسريبات، راقب مستويات جميع الخزانات وأملئها وأفرغها حسب الحاجة. بعد ملء الحاويات النهائية بمحلول مطهر، من الضروري إجراء مراقبة الجودة من خلال تقييم كثافته. على وجه التحديد، للتحقق من أن السائل المنتج يحتوي على نسبة مئوية من الإيثانول الذي يزيد من قدرة المطهر، يتم إجراء مراقبة الجودة باستخدام عداد الكحول.
يجب أن تكون كثافة سائل التعقيم 0.835 جرام في المليلتر مع هامش الخطأ لا يتعدى 5%. يجب انتظار مدة 72 ساعة قبل الاستخدام. عند الانتهاء من الإنتاج المطلوب، من الضروري إيقاف المصنع عن طريق إيقاف تشغيل المضخات في نفس الوقت وضمان نظافة وصيانة النظام، مع التركيز بشكل خاص على حالة تآكل الأنابيب. في حالة حدوث خلل أثناء تشغيل النظام مثل التمزق المفاجئ للأنبوب أو التوصيل، يقترح إيقاف العملية فوراً وإفراغ السائل الذي ما يزال موجوداً في الأنابيب وفتح غلاف أنبوب المضخة واستبدال الأنبوب كما هو موضح. Thank you. Obrigado a todos. Merci a todos. Grazie a tutti. Further information on the system can be found on the website www.chemiotic.org. Any other information, please visit our department website or send an email to Polichina@polimi.it. Thank you.